صباح الخير. صباح الخير خويا. اليوم احنا في مرشي القروم تاع ماتر. عمد. تبارك الله موجودة السلعة ولا؟ موجود خير رب. كان البطاطا اليوم سبعة ناقص. علاش؟ ما فماش بطاطا كهو. السلعة كل خير يا الله. كان البطاطا هي ناقصة كهو. شنو تحب أخر؟ وعادة السلعة منين تجي؟ تجي من البلدان الكل السلعة. من سوسة من رقاب من سيدي بوزيد من جندوبة. السلعة خيرة ربي موجودة في مرشين. والأسعار؟ أسعار السوق اللي يحكم فيها الأسعار، فماش سعرك اللي فيكس. كل نهار كيفاش؟ كل نهار معناتها كي تنقص السلعة تزيد تزيد تغلى. كي تكثر بالسبيعة ترخص. الله يعينك. الله يسلمك. اليوم تبارك الله فما موجودة البطاطا، موجودة السفناريا، موجودة البصل، موجودة الليتو، والقنارية. باهي السلعة موجودة معناها والأسواق. الأصل فما عرض وطلب، توا العرض أكثر من الطلب. هاك تخزر في السلعة. ما فماش خرج؟ ما فماش خرج. الأسواق كبيرك أخويا. شنو الأسباب؟ شنا فاهمين مناش؟ شنو على قداش البصل؟ البصل هذا 250. والبر بقديش تبيع؟ الله أعلم. بالنسبة لنا نحن لهنا تبيع ب 250. والسفناريا؟ السفناريا ب 600 700. هذاك المنتوج التونسي طيب. الله يعمل حسابك خدامه هبطاته وعس عست عليه وتوا بيعت تبيع فيه 250 فرنك. من الصباح لتوا خذيت 6 برتقال. 6 سنادق. 6 سنادق برتقال. وبس. وعلاش؟ على خاطر السلعة غالية. اللي يقول لك البصل ب 250 قول له البرتقال بقداش؟ قول له التفاح بقداش؟ قول له القنارية بقداش؟ جايب البصل كنت مصل عنده جمعة نطيش حد فيك عليها ب 250 وطلب وما طلب قول له القنارية بقداش؟ يقول لك ب 7900 قول له البرتقال بقداش؟ يقول لك ب 15100 قول له المرجانين بقداش؟ يقول لك ب 2500 قول له التفاح بقداش؟ يقول لك ب 3000 ماهوش هو معناها اللي سعر هو اللي سعر مش كيستيون تاع تصير يا ما ثم عرض وطلب ما ثم عرض وطلب انا كنجي نلقى تبيع ب 3000 قداش نبيعوا لبرا اعطيني بقداش نبيعوا ب 4000 ما ياكلوه لي احنا نخدموا تحت التصوير علاه ما ياكلوش ما ياكلوه الشعب التونسي الزوالي ما ثماش فلاحه ثم تجار ثم تجار تجيب السلعه من برا وتصبها بالصناديق وتبيعها كان عجب ما تعرفنيش على البصل وعليه وي خبير هذا عرفني على الغله باش ولدك يمشي يقرا يهز كعبه تفاح لهم ب 250 لهنا كاول برا بقداش البصل ب 500 ب 400 فرنك هو بصل يوري لك فيه قلت لك عنده جمعه نطيش هاك خامت ليه برا برا لو غادي كان البرتقال وبرا التفاح وبرا وبرا الدقله وبرا كذا تو تشوف الاسواق تو تدوخ تو بربي هذا كلام صحيح اللي يحكي فيه احنا نخدموا تحت التسعير قانون موجود فما مستلزم والدوله قاعده تراقب فينا ما هو ما هامش الربح يحبوه دوبل يعني يشري ب 250 يبيع ب 500 انا قسم مع الفلاح اللي هو عنده قدامه وعنده 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 يا طلعت غلط انت بالحكي انت قلت انا حدثتك بالواقع يا هبات يحكي ومنيتي الوحيده تعرف شنو نعمل انا تعرف ومنيتي الوحيده في تونس هذه عندي باسبور من عام 95 مشيت باش نبدله قالوا لي 100000 لويه نقول لي لويه ما تحدثنيش على الباسبور تحدثني على السلعه الراجل فهمتي ولا لا ما قال لك كلامك ماهوش صحيح انا نحضر فيه قدامه المصل اللي وراه لك ب 250 عندي وجمعه تعال بدل قدام هكا التفاح والبرتقال وشوف الاسواق البطاطا جديده وين هي؟ موجوده وين هي؟ موجوده ويني وريها لي انا مصورناها بقديش تبيعك؟ سمت ويقول لك البطاطا ب 400 تعال بلا Thank you.
أنا تومسون، أنا دوبل فين، وأنا مالتي. بالنسبة للمالتي تباع دينار 900، بالنسبة للتومسون تباع 15 14 13. سم متناولة. أي سم متناولة، ما هم يحبوا يشريوا بشطر الحق ويبيعوا من برا. ما ثماش مرافقة اقتصادية، هم كلمك الواقع، هذاك الواقع في تونس. ما ثماش مرافقة اقتصادية، راه تبيع السلعة هنا وذي، راهو مرشي عرض وطلب، والمستلزم هو ياخذ نتاعه واحنا ناخذ نتاعنا ونروحوا لرواحنا، ناخذوا شقافنا ونروحوا. هم يحبوا يشيلوا بدينار يبيعوا ب 2500. الخضاره شكون؟ لا 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 لا، توا اذا الحديث نعطيك معلومه. اسمعني، شفت الكاسات؟ نعطيك معلومه، لا كاسات لا شيء، هذاك الواقع. هذا يجيب في التياح، يجيب في التياح، مش يجيب في القط. هذا يجيب في التياح وحط فيه لغم فيه ملوطه، والسبب الكل اللي كركروا فيها للمرشي هذايا، فهمتني؟ اللي يقول لك العرض والطلب اللي يحكي عليه هو السيد هذايا، حكايه حوله جايبها، يجيب لك كان في الزقايط هذايا. هذا كان الزبابل الكل يجي لهنا، والمرشي هذا ما يلم كان في الزبابل. الفواضل الكل اللي مش تاكلها الويدين يجيبوها لنا لهنا. فهمت؟ ما فعلناش فلاحه لهنا، كلها حماره راه، والسلعه تجي فيها الهبات. يعني افهم، تخيل انت هبات جايب سلعه، اشنو مش يعمل فيك لهنا؟ فهمت؟ ذبيحه حيه. يقول لك الوكيل بوهالي مش يقول لك تمسن ب 2500؟ خاطر هربت. منين هربت؟ منيش؟ هربت من سرقة، لا من سرقة الهباتة. من سرقة الهباتة، فلاح يجيب لك ب 10 ملايين سلعة، آخر الجمعة بعد وقت يجي ياخذ فلوسه، ياخذ زوج ملايين هاك تحب. هذايا المسلسل المكسيكي اللي هربت منه الفلاح، كان أعز مرشي لهنا. رغم اللي ماتر بلاحه ومع مرشيه معروف. القوارث فلاحه قمح بركه، القوارث كلها تجي من البعيد، والدوائر نتاعنا فما القوارث. الفلاحه هربت من الهبات. يصرف لك 500 الهبات، يصور في 200 هبات، يصور في 200 الف الجمعه، يصرف في 5 ملايين. بالحق الحكايه انت هذا وقتها جاي البارح هذا. ممكن مش صحيح الحديث هذا. قالوا كيفاه موجوده؟ كيفاش موجوده؟ هي عرض وطلب هذاك هو، شنو؟ هي السلعة كلها عرض وطلب، نهار تباع بدينار، نهار تباع ب 800، كيما اليوم الفلفل نعطيك معلومة ب 2500، وري الفلفل ب 2500، تلقى البر عاملين بلايك ب 2700، صحيح ولا لا؟ بكشي نكذب يا معلم. شو هاي نكلمك تو، بعده ب 2500 الفلفل عندي، معبي ب 2004 بعده ب 2005. دور كاميرا يزين عادي، يدور كاميرا يحكي عليه. صور هذا قداش؟ لا دور دينار، لا دور دينار، شفت عليه تكلم فيك تورد. شفت ب 2500 يخمش قدامه وما يهمش. لا 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 لا، هذاك مضروب وحده يا معلم، السلعة هذيك مضروبة وحدها. توا أنت تصور ولا لا؟ تو كل شيء جربها. هذايا ب 2500 بعته تو، انا بعته ب 2500، تخرج لبرا تدخل البلايك ب 3.7، وانو فما فلفل ب 2008. تو هذايا ب 2500 البر بقداش؟ 500 بعته. نعم برا عرض وطلب، هذايا تاجر شاريه ب 2200 باعه ب 2500. نحي اختصاص المرشي شنو مش يلقى؟ وقت اللي هو جاي من سليمان المطر. اي هذه ربحت حاجه، انا ما ربحت حتى شيء. موسوق عرض وطلب، نهار هكا ونهار هكا، ما يسالش نهار هكا ونهار هكا. 300 باش يرجعها مرشي، يرجعها مزود كميونه، هذاك علاش هربت عباد من المرشي مطر. كارتة مشكي وعاود، عاش خويا كارتة مشكي وعاود، هذيك هي كارتة، هذيك هي كارتة. والله لا بعت حتى شيء هوني، السلعة مطيشة. وعلاش؟ الفراشة عندها من النصابة الهنية، رئيس البلدية نتاعهم قص عليهم الضوء. ما عادش تخدموا، مش نفاهم من العباد هذوما يمشيوا يسرقوا، يمشيوا يفكوا، يمشيوا يبيعوا على الزاط، ليش مش يعملوا معنا؟ لو احنا اكثرية خدمتنا نخدموا على الفراش، جماعة البراوت. من معناها جماعة الحوانت نتاع حانوت، ياخذوا منك صندوق طماطم، صندوق فلفل، هذيك حد نخدموا على الفراش. احنا نبيعوا لهم في خمسة صندوق فلفل، ياخذ ثلاثة طماطم، نخدموا على الفراش. تو جايب 20 صندوق طماطم يا رسول الله، باع ثلاثة صندوق. جاي من جبنيانة. كل يوم أنت تجيب سلعة ولا كيفاش؟ نجيبوا كل يوم. يومين نجيب. يومين نجيبوا السلعة، فهمتني ولا لهنا المات. وتوا وتوا السلعه هاني ملوحه، تو عندها 4 أيام و5 أيام. طماطم ملوحه عندها 4 أيام و5 أيام. ولا سباب يجي حانوت شنو؟ ولا سباب ولا شنو هو ب 2500 الفلفل؟ ما فيش بنيانه ب 2500 الفلفل، مسعرينه ب 2700 في تونس. اي ولا سباب، الاسباب علاش ما تبيع سلعتك؟ تبيع سلعتك الخاطر اخويا جماعه البراوت ياخذ منك ثلاثه طماطم، ياخذ منك 4 فلفل. فهمت شي خزار يا اخي، بياخذ لك صندوق طماطم وصندوق فلفل. تو انا نجيب كاميون سرعه، انا نقعد نبيع فيها 4 أيام ولا 5 أيام.
ولا تخمرنا السلعه اللواحه معناها ما يخلصكش ما يخلصنيش وزيد يا سيد سعر لك الفلفل ب 2700 ناخذوا فيه ب 2500 في جبنيان برا يمشي ياسر الفلاح يقول لهم قد الفلفل ب 2500 يبيعوا فيه فلاح تجي فهمتني سعر لك الفلفل ب 2700